تزامني مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي وفي إطار التغطية الخاصة التي تطلقها قناة الرافدين بهذه المناسبة طيلة شهر تشرين الأول أكتوبر، نتواجد حاليا في مستشفى إسطنبول هوسبيتال للتعرف على أعراض وتفاصيل مرض سرطان الثدي، وكذلك سأخضع لتجربة عن الكشف المبكر لهذا السرطان، فابقوا معنا. الكشف المبكر عن سرطان الثدي ذو أهمية كبيرة تساهم في الشفاء والتعافي منه في فترة وجيزة وبجراحة بسيطة. تكمن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي لأنه يحول دون استئصال الثدي ويزيد فرص التعافي من المرض. تقدم الطب بشكل كبير بعلاج سرطان الثدي ومحاربته بفضل الكشف المبكر، ما يسهل العملية الجراحية. بإمكان المرأة أن تقوم بفحص ذاتي ببيتها وذلك بشكل دوري، وترصد فيه أي تغير يطرأ على فديها للتوجه إلى الطبيب. يتعين على كل امرأة بعد سن 20 وبعد كل دورة شهرية بأسبوع معاينة وفحص ثدييها بنفسها، وذلك برفع يديها وإنزالهما أمام المرآة، وترصد بالعين المجردة أي فرق بين الثديين ووجود تقعر أو تحفر أو تنقر في الثديين، وملاحظة أي إفرازات أو أي تغيير آخر في منطقة الصدر ككل ومنها الثديين وتحت الإبطين من خلال الضغط على الصدر بحركات دائرية، ما يسمح بتحسس أي كتلة لحمية متحركة ومؤلمة بحجم نصف سنتيمتر أو سنتيمتر واحد، وغالباً ما تكون غير مؤلمة، في حين تنتشر عند النساء الشابات حالات تكيس حيث تكون ناعمة ومطاطية ودائرية الشكل وليست خطيرة. أما الأورام السرطانية فتكون صلبة ذات سطح مسنن وغير مؤلمة، ومنه يتعين على كل امرأة إجراء كشف طبي سنوي. بعد حديثنا مع دكتور كينان وحديثنا أيضا عن أهمية وضرورة الكشف المبكر، أنا مستعدة لخوض التجربة. كنت قد خضعت لكشف مبكر قبل 7 سنوات وسأخضع اليوم من جديد لهذا الكشف، وأراكم بعد النتائج. بعد مرحلة المعاينة وصلت إلى مرحلة الأشعة، ومعنا دكتورة بيرجان تشرح لي النتيجة التي توصلت إليها، ونتحدث أيضا على أهمية هذه الأشعة في مرحلة التشخيص المبكر لسرطان الثدي. تفضلي. تعتبر الأشعة فوق الصوتية خطوة مهمة في تشخيص المرض، الأهم من ذلك أنها تعتبر جزءاً من علاج المرض، علماً أن الكشف من خلال جهاز الماموغرام أكثر دقة، لكننا لا نحبذ استخدامه سوى مع المريضات فوق سن 40. أما جهاز الأشعة فوق الصوتية يفيدنا في تشخيص إصابة الفئة العمرية التي تتراوح بين 20 إلى 40 عاماً. وهكذا انتهينا من زيارتنا لمستشفى إسطنبول هوسبيتال من خلال لقائنا مع أطباء متخصصين في الجراحة العامة والأشعة وحديثهم عن أهمية التشخيص المبكر والنصائح التي وجهوها لكل النساء لممارسة هذا التشخيص المنزلي في البيت بأنفسهن أو حتى من خلال المعاينة الطبية في المستشفيات. وكانت تجربة مميزة خضعت لها من خلال الإجراء لهذا الكشف المبكر الذي لم يستغرق أكثر من 10 دقائق، أنصح به كل سيدة عراقية لتحافظي على نفسك وتحافظي على عائلتك أيضا.